رايك نبدا بالزمالك وفيوتشر تحت امرك وبعد كده نروح للاهلي؟ يلا بينا نروح للزمالك وفيوتشر. يعني الزمالك وفيوتشر وبعد كده الاهلي والاتحاد كده ايه نخطف هنا وهنا. بس عشان النهارده دي كانت مباراه مثيره اكتر طبعا. يعني فالزمالك تباين كبير شوط اول في منتهى السوء للزمالك، بس طلع منه الزمالك متعادل وعامل كومباك في النتيجه بتعادل 2-2. شوط تاني تحسن الاداء كثيرا جدا وقدرت تسجل هدف ثالث بعد دقائق قليله من بدايه الشوط وتحافظ على الاداء. ليه حصل التباين الكبير ده في المستوى؟ سريعا نشوف التشكيل من البدايه كان عامل ازاي عشان ما نضيعش وقتنا. اوسيريو حب يكرر ما اللي هو عمله في مباراه المحله اللي يلعب باتنين راس حربه وما يلعبش من اطراف الملعب، يلعب كتير من عمق الملعب. ده كان شكل الفريق في اللي هو الشكل. كان في شويه نقط بقى، يعني ده كانت اشبه ب 4-2-2-2. هنا نضاي لعب كظهير ايسر وممكن الناس تشوفها هي الثلاثه برضو، يعني عبد الغني والزناري والمسلوسي، ونشوف ان نضاي كان الوينج باك الشمال. المهم سواء انت شفت نضاي كوينج باك شمال او تشوفه فول باك شمال، بغض النظر كانت هي دي الفكره. الزمالك مش فاتح الملعب على اطرافه وبيحاول يدور على المساحه اللي هي في عمق ملعب فيوتشر، وبيلعب باتنين ديفندرين اللي هو كان رؤى والسيسي. نيجي بقى ده يعني الزمالك مادة ثرية جدا لأي حد بيحلل. نكمل نهاية الصورة اللي بعديها، هم ثلاث صور فيهم شكل الفريق. ده كان الشكل برضو في الشوط الأول والزمالك بيهاجم. هتلاقي النقطة هنتكلم عليها في الحالات، الزناري هنا مع سيد عبد الله واخدين الجبهة اليمين، والزناري بيقوم بواجبات في التلت المتقدم لنادي الزمالك. ممكن ده كان وزيزو جوه الملعب قوي، وسيف وناصر برضو قريبين من قلب الملعب. تعال بقى نشوف الشوط الثاني اختلفت الشكل ازاي، وده هنشوفه اختلف على سواء الكواليتي وسواء التنظيم. تعال نشوف اخر صوره تانية قبل ما نروح للكواليتي، الكواليتي ده هتوضحه الحالات، انما هنا التنظيم. هنا بقى الزناري بدا يخش جوه الملعب اكتر، زيزو جه يمين بقى فاتح ناحيه اليمين بشكل كبير، سيد عبد الله راح شمال عشان كانت في ثغره كبيره في ناحيه الشمال في نادي الزمالك، سيد عبد الله اتنقل فيها بقى هناك نضاي وهناك سيد عبد الله، والزناري خد خطوات لجوه الملعب عشان زيزو هو اللي يفتح اليمين. طبعا اللي بالاخضر دي اللعيبه اللي هي تم تغييرها، ولكن احنا بنتكلم في الشكل. الشكل هنا الناس لو تبص الشوط الاول كان نار، الناس بتتكلم في لعب كتير على العمق، الشوط الثاني بدات اطراف الملعب توسع، وطبعا الكواليتي فرق. نيجي للكواليتي اول حاجه، يعني عمرو السيسي هو كان الاختيار عشان يلعب ديفندرين. الزمالك ممكن اختار ديفندرين عشان الراجل يجرب فكره برضه انه يقفل العمق بتاعه اللي فيوتشر جاب منه الجون الاول، ولكن السيسي كلاعب كوره اعتقد ان هو في المباريات اللي حصل فيها رضا عنه شويه اللي هي المباريات اللي لعبها كديفندر رقم 6، انما واجبات هجوميه تعال نتفرج السيسي. هنا السيسي الفرق بقى كبير جدا بينه وبين فتوح. هنا السيسي تحس ان هو اللي بيراقب لاعب فيوتشر، يعني السيسي الناس تبص عليه واقف مع الحكم، هو مستخبي من الكوره، هو ما بيطلبش الكوره، مش بينزل لزمايله، فزمايله يبتدي يدور الملعب، يرجع تاني الزمالك يعمل الكور الطويله القطريه اللي هي بتبقى سهله. ده اول حاجه هروب من الكوره، ده عمرو السيسي. نيجي تاني نقطه بقى، بص هنا تصرفه في الكوره اللي هو دي حاجات مش مهما كان التكتيك مش هيغير حاجه في التكنيك. عمرو السيسي بالكوره مش لاعب غني قوي، يعني مش اللاعب اللي انت تتفرج عليه، معظم الكرات كانت بتطلع من رجله مفقوده بشكل مش وحتى دوره في حمايه المنطقه دي ناصر يعني عاسى في المكان ده بشكل خطوره كبيره جدا لفيوتشر مره واثنين وثلاثه. هات الحاله اللي بعديها عشان نشوف برضو تصرف. بص الكره دي يا كريم، الكره دي يعني خير مثال لكلامنا على عمرو السيسي. الكره دي باص بسيط جدا بيطلع من رجله بشكل سيء بيسبب مشاكل. فاحنا اتكلمنا ان الزمالك كان بيحاول يدور على فكره العمق وما كانش لاقيها، وكمان الكواليتي بتاع الافراد اللي هو استبدل فتوح بالسيسي وفرق شاسع. تعال بقى نشوف فتوح اول ما نزل كميه تسلم، بينزل تحت يسلم من زمايله وبيطلع زمايله وهو عنده الكواليتي الفردي اللي كان بيسمح بان فتوح يعمل شكل للزمالك في الخروج بالكوره وايصال الكوره للتلت الاخير. يعني انت مهما كنت عندك فكره دي مش هتطبق غير لما توصل الكوره للتلت الاخير. فتوح بقى عنده القدره على المراوغه الصغيره والباص الجيد. نكمل دي كلها
خروج جيد جدا من فتوح بالكره اللي ميز نتائج الزمالك في الفتره اللي هي بتاعت من لقاء الجيش. وده بص هنا هيسترجع الكره من الركنيه وهياخد يروح ياخد الفاول اللي جه منه الهدف الثالث اللي كان هنا. شوف معدل قطع للكرات عالي، معدل لعب في المساحات الضيقه، لعب في المساحات الواسعه، ودي الكره اللي جه منها الفاول. ممكن نكتفي هنا بالحالات لان حالات فتوح الناس كلها اتفرجت على الفرق اللي عمله. نيجي لنقطه ثانيه، يا ريت نروح بقى النقطة تانية اللي بعديها. نقطة ايه بقى؟ النقطة اللي هي خاصة بالزناري. واجبات صغيرة فرقت في اوسوريو، الراجل كان بيستخدمه في الثلث الأخير بواجبات، لا الراجل غير خلال جوه الملعب وخلى زيزو هو اللي بيستلم منه. تعال نشوف الشوط الأول كان الزناري بيستلم الكورة في مساحة عاملة ازاي في الآخر خالص. يعني ده هنا الفكرة الأساسية اللي دايما نضيف في ناحية الشمال، الكرة هنا بتوصل طبعا برضو وجود بص هنا سيد عبد الله هيسلم الكرة اتبطأت شوية بس لما راحت للزناري اللي بيستلم في التلت الأخير انت كنت عايز تزق الملعب بالزناري في اليمين، بص التصرف، لا التصرف مفيش خالص. بعد كده بقى كانت التعليمات للزناري، هو فتح الملعب بس وانس ان الهجمة تبتدي تدور الزناري بيبتدي يخش جوه الملعب يا كريم، خلاص دوره حتى بان في الخريطة اللي احنا شفناها للتمركزات. الزناري بيخش هنا عشان يسيب الخط لزيزو اللي هي ابرز مزايا زيزو، في نفس الوقت اللي هو تقدر تستفاد من وجود لاعب تاني مع زيزو اللي هو يبقى داخل لجوه شويه ويسيب المساحه لزيزو. كل ديت كانت لمسات من اوسوريو في الشوط الثاني، بغض النظر طبعا عن نزول شيكا وجماليه اداء شيكا وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي، ولكن انا قلت ابرز مهارات زيزو الفرديه اللي بتخلص كل الامور الصعبه. هو مهارات زيزو ده برضه في الشوط الاول اللي هو والزمالك سيء. زيزو يعني انا بتكلم في الشوط الثاني، الشوط الثاني ماشي الزمالك كان جيد كان ممكن يسجل بغض النظر عن الضربه الحره اللي سجلها زيزو صح. ولكن في الشوط الاول هو ده البطوله الفرديه، الزمالك سيء جدا مباراه ممكن ما يخسر اكتر من اثنين كمان صح. زيزو بيحاول النتيجه ل2-2 بدون تدخل من اوسوريو، كوره بيشددها بشكل جيد وبعد كده بيرفع الركنيه اللي تسببت في الهدف الثاني بالمشاركه طبعا ما خطا جنش طبعا. فده البطوله الفرديه كانت لزيزو 100%.